التسامح الدين الإسلامي. الدين الإسلامي كسائر الأديان السماوية نزل بأصول ثابتة من الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيفية التسامح. مصر ليست بلد إسلامي، بل مصر دولة قبطية. معنى قبط في اللغة، القبطي هو المصري، القبطي هو المصري. محمد قبطي مسلم، وجرجس قبطي مسيحي. مصر دولة التسامح، مصر دولة المحبة. لم نلحظ إلا في أيامنا الأخيرة التحدث عن عناصر مختلفة للأمة. الأمة كيان واحد، نسيج واحد، يدعو إلى المحبة والإخاء والترابط. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم في عجالة بسيطة يعلمنا كيف يكون التسامح والإخاء والمحبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج لأداء صلاة الفجر، فإذا برجل كل صباح يضع على رأسه ما يستقبح ذكره، يأخذ القاذورات والأشياء النتنة ويضعها على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يذهب ويغتسل، يغير هدومه تاني ويجي رايح يصلي الفجر يوميا مرارا وتكرارا. في بداية الدعوة الإسلامية كان النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه من المسلمين ما زالوا في مرحلة التكوين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوميا يفعل ذلك، يوم واثنين وثلاثة وأربع وخمس وست. فإذا في يوم لا يجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل يفعل ذلك، واليوم التالي والثالث، فسأل أصحابه ما بال جار فلان. قال رسول الله: أتسأل عنه بعدما فعل بك كذا وكذا وكذا؟ قال: نعم. قالوا: يقال أنه مريض. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعاد هذا الرجل، أخذ معه شيء هدية بسيطة، عدت المريض يا جماعة. فإذا من النبي صلى الله عليه وسلم يطرق الباب، يطرق نفسه الباب، قال: من؟ قال: أنا محمد. قال: يا محمد، أجئت شامتا؟ قال: لا والله، بل جئت زائرا. فتح له الراجل كده: أتزورني بعدما فعلت بك كذا وكذا وكذا؟ أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك بحق رسول الله. معاملة الدين المحبة، الدين الإخاء، الدين التسامح. لازم كل إنسان ينزع ما في قلبه. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر أو حقد أو كراهية. في واحد اسمه عبد الله بن عمر بن الخطاب سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيدخل اليوم عليكم رجل من أهل الجنة. واحد يخش الجنة، رجل دخل كده، رجل بسيط ما فيش فيه أي حاجة كده، طب اشمعنى من أهل الجنة؟ راح عبد الله بن عمر طرق عليه الباب، قال: ليه عندك حاجة؟ قال: بيني وبين أبي شيء. مش عاوز يكذب يعني، في بيني وبين أبويا حكاية بس. قال له: ماذا تريد؟ قال: أريد أن أكون ضيفا عليك لمدة إيه؟ ثلاثة أيام. قعد عند الراجل، لقى الراجل ما بيعملش حاجة زيادة، كل اللي بيعمله إن هو بيقوم يصلي الفجر، يصلي الظهر، يصلي العصر، يصلي المغرب، يصلي العشاء، لا بيقيم ليل زيادة، ولا بيعمل ولا بيخلي ولا حاجة خالص. يبقى إذا الدين مش عبارة عن صلاة، لا لا لا، دي حاجات سيئة خالص. المهم ايه، قعد يوم اتنين، انا الراجل ما بعملش حاجه، ده انا بعمل اكتر منه، امال ما يقبلش عليا كده ليه؟ فقال له ايه؟ قال له: انا ماشي بعد يومين. قال له: ليه ما؟ قلت ثلاث. قال: لا مش. قال له: بالله عليك، ليه ما جيت؟ قال له: والله النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك كده من اهل الجنه، ولكني لم اجد عندك شيئا غير ما نفعله، بل نفعل نحن كثير، انا اقوم الليل واصوم وافعل وافعل وافعل. قال له: انا هقول لك ايه اللي انا بعمله. قال له: ايه اللي بتعمله؟ قال له: حاجه واحده بس، أنام أو أبيت وليس في قلبي مثقال ذرة من حقد أو غل أو ضغينة على أحد. الإنسان يا جماعة لازم ينظف قلبه. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة، شيء صغير جدا، من حقد أو غل أو ضغينة لأحد. تتشرف مدرسة الزيتون بأن تكون
داعية للمحبة بين جميع الأديان السماوية. إخواننا المسيحيين عظيم الشكر وعظيم الإخاء والمحبة. وأترك الكلمة للأستاذة ألفة تحدثنا عن سماحة الدين المسيحي. فتفضل. جزاك الله خير. بشرف جدا ان انا جيت مدرسه حلوه جدا جدا، فيها محبه فعلا، فيها مدرسه جدا تدعو للسلام والمحبه. طبعا انا مش محضره كلامي اقوله لكم، لكن الاستاذ قال كل ما في الكفايه، قال كل والاديان كلها، كان دين المسيح ودين الاسلام كلهم بيدعوا المحبه. لو مفيش محبه مفيش سلام، مش هينفع ان انا اقول في سلام وانا من البقره واحد، ما ينفعش. لازم عشان يبقى في سلام لازم ان احنا نحب بعضنا، نحب بعضنا مش بالكلام، نحب بعضنا من قلبنا فعلا. يعني مثلا هتكلم على ايه عندنا في الانجيل، حبوا اعدائكم، باركوا لعينيكم، احسنوا الى مبغضكم، صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم. يعني ايه؟ احب اعدائي، عدوي يعني مثلا فلانه صاحبتي مش بتحبني، لكن انا احبها، احبها. بحبها ليه؟ بحبها الدين ده عامل كده، الدين ما قيمته كلها في المعامله. او بنت دي مسلمه بصي بتتعامل بمحبه بتاع، دينها بيرشدها كده، دينها بيقول لها كده، هي بتتعامل بالمحبه دي. برضو البنت دي بالمعامله الحلوه، البنت مسيحيه او مسيحيه دينها بيدعيها للمحبه. فكان دين الاسلام دين مسيحي هو اساسه المحبه، ومن بعد المحبه طبعا يبقى في سلام. كان في محبه هنبقى كلنا حلوين مع بعض، في سلام، متفاهمين، حتى لو انت غلطتي بيا او انا غلطت بيك او بنبقى في محبه بتغاضى عنك. كمان دي الايه حبوا الى اللي يسيئوا اليكم، اللي يسيئوا اليكم يعني اللي يبغضك، اللي يقول لك كلمه وحشه، انت انا هسامحك، وانا واثقه ان ربنا اله الكون كله هياخدني حقي، مش هياخدني حقي في بعداوه او بوحاشه، لا. انا مش هقول ربنا خد لي حقي من فلانه بحاجه وحشه، لا. هو ليه الله ليه طرق والعجيبه اللي بيتعامل بها مع الانسان. فانا بقولها ربنا يسامحك. في حاجه بحبها قوي، يعني كله يمكن زمايلي او كل الناس اللي بتتعامل معايا شايفين ان انا ما بحلفش، ما اعرفش احلف، ما اعرفش اقول والله العظيم كده وكذا. هي مش حي، مش حرام، مش يعني مش وحشه ان انا احلف، بس انا ما بحبش احلف. كلامكم يكون نعم نعم لا لا، يعني ممكن انا اقول كلمه مثلا سالتيني على الساعه، الساعه كام؟ اقول لك مثلا الساعه هي مثلا واحده، هي واحده الا خمسه، انا اديك الساعه واحده، دي كذبه. انا ما بحبش يعني اكلم كلامكم نعم نعم، احب اقول الصدق. طبعا انا مش معصومه من غلط، او اي واحد مننا مش معصوم من غلط، لكن يعني لازم يكون حياتنا او اسلوبنا في السلام والمحبه، ونكون صادقين مع بعض. يعني مش عارفه اقول لكم ايه، لكن انا مبسوطه جدا جدا ان انا جيت هنا وشفت اخواتي واصحابي وحبايبي والمدرسه، وانتوا وبنات حلوين والمدرسه حلوه جدا، نشاطها حلو. عايزه اقول حاجه ثانيه، ان اولادي الاثنين متربيين هنا، هم دلوقتي اتخرجوا وبيشتغلوا، واللي خاطب ولسه، لكن قعدوا معاكم هنا، قعدوا مع زمايلهم هنا. مفيش حاجه اسمها دين اسلامي بطلع من حس الدين الاسلامي، عشان هم عندهم حس الدين الاسلامي وانا مسيحيه مش هحضر في حته الدين، لا. ربيت على هذا موجودة قبلة الدين المسيحي موجودة، أهلا وسهلا ترجعي الحصة إن كان ابني أو بنتي. مش موجودة حبيبتي أنت بتحضري الحصة معاكي مع زمايلك مع أخواتك مع حبايبك، تحضري مش هتقلل من شأنك إن أنت بتحضري، بالعكس دي بتديكي معلومة بتعرفي الدين تاني. وأنت لو سألتي برضه، فأنا ما فرقتش ما بين معياري صراحة بين حس الدين الإسلامي وحس الدين المسيحي، لا أنت مسلم أنت مسيحي، لا ما تقعديش مع بعض، بالعكس. انا اصلا متربيه هنا، البلد اللي عارفين انها كلها اسلاميه، فش مسيحيين، كنا عائلتين اثنين او ثلاثه. لو سالتوا ابهاتكم او بتاع عارفيننا كويسين جدا، متربيين هنا، بنحبهم جدا. يعني مش هقول لك بقى انا قاعده في اسكندريه، ايه اللي يحسبني ان انا اقعد في بلد ما فيهاش حد مسيحي؟ لا، انا بحبكم، بحب اخواتي، بحب زمايلي، شايفه فيهم محبه كامله، هما بيحبوني وانا بحبهم، ما فرقناش ابدا ان دي مسيحيه بتتعامل باسلوب وحش او باسلوب مش حلو، لا، او هما بيعاملوني وحش، لا، بامانه يعني بحبهم جدا جدا. واصل الدين بيدعو المحبه، والاديان كلها بتاعت الله. انا عاجزه ان انا اتكلم عن اي حاجه، لكن انا مبسوطه جدا 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 ان انا فاستكم ودعوتوني، وشرف ليا ان انا اتكلم عن ديني وعن نراكم. وكان الدين المسيحي الدين الاسلامي يا جماعه بيحكي كل محبه وسلام،
لا لو حد عايز يتصل بيا هفرح لا لو حد يسمعني واصل لكم احبه بالسلام الله يبارك لك يا رب. الله يكرمك. حد يا جماعه عنده استفسار عن حاجه يا جماعه؟ حد عنده استفسار عن حاجه يا جماعه؟ حد عنده استفسار عن حاجه يا جماعه؟ ارجو دايما ان شاء الله تكون مدرسه زيتون داعيه الى المحبه والاخاء والتسامح. ارجو دايما ان احنا نكون دايما عند قدر المسؤوليه، كل يحب الاخرين دون النظر الى العروق والى الاديان والى الجنسيات. لا فضل لعربي على اعجمي ولا لابيض على اسود الا بالتقوى والعمل الصالح. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.